ازيك يا صاحبي؟ وحشتوني. صلوا على النبي النهارده يا جدعان. هنشحن. قبل ما نشحن بس يا جدعان، قبل ما اقول لكم على حاجه، عايز اقول لكم على حاجه. النهارده يا جدعان بقول لكم ايه، احنا دلوقتي يا جدعان انا ما بتكلمش، بقى لنا بتاع يعني داخلين في 300 فيديو، انا ما بتكلمش اقول لك اعملوا سبسكرايب ولا بتكلم في حاجه يا جدعان. فبعد اذنكم يا جدعان، الناس بتتفرج عليها دلوقتي، لو انت عاجبك المحتوى اللي انت بتشوفه دلوقتي قدامك على الشاشه، بعد اذنك اعمل سبسكرايب او اعمل اشتراك وفعل زر الجرس. بعد اذنك ده بيدعمني جدا وافرح جدا يا جدعان. عايزين نخش 30,000، خلاص ما باقي شيء على 30,000، وبعد كده نخش على 50، وبعد كده على 100 هنولعها. فبعد اذنكم يا جدعان اعملوا سبسكرايب. تمام، هنعمل ايه بقى النهارده يا جدعان؟ انتوا قلتوا لي بصراحه بقالكم كتير عمالين تقولوا لي اشحن وهات البوكس. تمام، فانا قررت النهارده يا جدعان ان انا هشحن وهجيب البوكس. ماشي، فيلا بينا يا جدعان كده على السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا هنا ايه؟ 1000. انا عايز كام؟ اوكي، بكم؟ اكتيفيت 1200، انا معايا 145، انا عايز 1155. 1155 اقرب حاجه هنا كام؟ 1600. ده 8، ده 8 يورو. 8 يورو مين؟ طب في هنا ايه؟ 1400 200. طب ما حلو ده، تعال ناخد ده يا جدعان، ناخد ده. تمام، يلا. 36 ليره، دفعنا 36 ليره يا جدعان. بس ده كده عظمه قوي. ده كده ايه ده؟ ايه هو 1400؟ صح، انا شحنت 1400 يا جدعان. ايه ده، في عرض هنا 1810. لا لا لا، مالناش دعوه. طب ايه ده؟ نفتح. استنى يا جدعان، لا نفتح الايه، نفتح الرويال بس الاول. يلا يا جدعان الرويال بس، استنبل بس يا جدعان. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، افتح حساب الناس. الله الله، يا لهوي يا جدعان، بقالي كتير يا جدعان بعيد عن ببجي ورويال بس بقى والكلام ده، انتوا فاهمين انتوا. ماشي، تعالوا كده يا جدعان هنفتح ايه. ايه ده في حاجات، ايه ده بلم جواهر تاني. طب ده جميل قوي الحوار ده. ايه ده، يو هاف اوريدي، ايه ده، هو انا نت وحش ولا ايه؟ طب ماشي، ما علينا. المهم يا جدعان، هو ده ايه؟ راندوم سكن. لا انت بتحبك الجد. ده هنفتح بقى نشوف الحوار ده. حلو، عايزين. ايوه، اقف هنا الليجندري يا ابن اللذينه. طب اقف ده، انت شكله احلى. طب ماشي، ما علينا. راندوم سكن، هو ده ايه؟ ده ايموت اهو هنا. حلو ده، ده ماشي. هات جيمات. انا ما لمش حاجه خالص يا جدعان، انا كنت بعيد عن الانظار خالص. مركز انا يا جدعان، مركز على الاحتراف يا جدعان، مركز على الاحتراف وتعليم الهكات والكلام ده. هات ده، هات ده رير، ده حلو. ما دام اي حاجه من دي ماشي انا موافق. يلا يا جدعان، عايزين نشوف حظ اسطوري دلوقتي، راندوم سكن. يلا، عايزين بقى يا جدعان نجيب، عايز اجيب سكن نضيف، يعني عايز اجيب اللي هي سكنات الخاص. ايوه دي الحاجات اللي هي ملونه دي، شكلها حلو. طب هات ده. طيب شكله بتاع الراجل الكشافه ده. بصوا يا جدعان، انا ما عنديش مشكله يجيبوا لي اي سكن، بس ما بقاش مكرر، انتوا فاهمين؟ ما بقاش مكرر، مش عايزين نفس السكن. انا بتحول تقريبا يا جدعان. هات لي الواد ده، لا هات لي العيب الهوكي ده، ده عندي ده تقريبا سكن حقير. هات يا عم الايموت ده. يلا يا جدعان نلم، احنا كده وصلنا ليفل كام؟ مش عارف. يلا راندوم سكن. يلا يا جدعان شجعونا يا جدعان، عايزين نعرف يا جدعان، عايزين سكنات حلوه والله، عايزين سكنات حلوة. ايوه، هادي الموزه، الموزه الموزه الموزه. اقف، والله العظيم لا، الموزه يا جدعان كده هتيجي والله. اهي شفت وفوت السبس الموزه كمان. ايه ده، كنت هعمل ماتشنج ابن حلال، ابن حلال. طب يلا يا عم، يلا الموزه يا جدعان كده هتقف. والله بنقرب، والله بنقرب. انت عارفين يا جدعان، لو كنت عملت سبسكرايب كنت خدت الموزه. انت شفت يا جدعان كنت هقف عليها ازاي؟ كتكوت. هات يا عم الفرخه. ماشي يا جدعان، بعد كده قاعد اعملوا سبسكرايب يا جدعان، اعملوا سبسكرايب. والله العظيم لو عملت سبسكرايب هيجي لنا حاجه حلوه، انا بحلف لكم بالله. والله انا عملت سبسكرايب هيجي لنا حاجه حلوه. هات الايبك ده. طيب اه، شفته شفته، لسه بتكلم والله. شفته بقى كام واحد عمل سبسكرايب في اللحظه دي بقى؟ قولوا لي بس كام واحد عمل سبسكرايب، قولوا لي. ماشي، دي اتلمت خلاص. انيميشن، هات الانيميشن. هات دي كده، النت تقريبا بيهخه بس ما علينا. هات لي بقى كده، وريني كده يا جدعان. انا بحول يا جدعان، انا بحول، انا بحول يا جدعان. ايبك خنزير سكن طب شفتوا بقى، هو ده اللي بتكلم فيه يا جدعان، هو ده اللي بتكلم فيه. انا مش عايز حاجه تيجي اسمه ايه ده، تيجي مكرره يا جدعان. اعملوا لايك يا جدعان، شفتوا انا ما بتكلمش في اللايكات والاشتراكات بقالي فتره. ايبك بقى، ايبك بقى. شفتوا يا جدعان، قلت لكم والله، انا حلفت لكم بالله، قلت لكم والله العظيم لو فتحته، لو عملت سبسكرايب هيجي حاجه حلوه. حصل ولا ما حصلش؟ حصل والله اهو. يلا يا جدعان انا بحول يا جدعان، يا جدعان انا عايز البس النضاره. هات حاجه حلوه، هات ال ده. طب ايه ده، كان شكله احلى كوم ده، بس ده كان ده ايه ده، ميسي خدنا بتاع ليونيل بيسي. سكن اسمه ليونيل بيسي. ماشي يا جدعان، هات لي كده الحلو الايموشن ده. ليتس جو، هات الايموشن ده كمان. يلا يا جدعان راندوم سكن على طول بقى، على طول على طول. يلا على الله، عيني بتوجعني. اقف هنا عن الليجندري. طب الايبك، هي بس في الايبك ده.
اكيد يا جدعان دول ما رضاش يقف على ايبك عشان الناس اللي ما عملش سبسكرايب. انا عارف والله. طب احنا وصلنا ليفل كام لغايه دلوقتي؟ انا مش عارف. ما علينا، انتوا بتعدوا يا جدعان؟ ما علينا، خلينا نقعد نفتح لغايه لما نشوف هيجيبوا اخرهم. احنا كده يا جدعان ما جالناش ولا سكن ليجندري لغايه دلوقتي. نفسي في سكن ليجندري. اه هقف هنا على الايبك ده. طيب يا عم اقف على الايبك يا عم. هات يا عم الكومن ده، كومن اوربيتر ده. سكن ده اي كلام يا جدعان، سكن ده بيبقى اي كلام، حاطينه في اللي ببلاش. ايبك بقى اقف على بابا نويل. طيب طب اقف على هنا، ما انا ده لسه واخده. كونفيرت يا عم، حوله. هات وانت راندوم سكن. هات يا عم نشوف يا جدعان. بس يا عم ارجع ورا، نرجع ورا برضه، ما بقى بتحول برضه. اقف على الروبوت. طيب طب ده ايبك اهو، ايبك اهو، ايبك اهو يا ابن اللعيبه. انا قرص يا ابن اللعيبه يا جدعان. الكلام على ايه بقى؟ الكلام على ايه ده يا جدعان؟ ده احنا هنلم ال 1400 ال 1200 اللي احنا مش شحنا بيهم تاني. ايه ده يا جدعان؟ بصوا والله العظيم ده عشان الناس اللي عملت سبسكرايب. ايه رايكم بقى؟ ده عشان الناس اللي عملت سبسكرايب يا جدعان. لا بقول لكم ايه ده شكلها. انا طب ليه طيب؟ ما انا عندي السكن ده، كنت هقف على الليجندري والله. هات يا عم السكن الحرامي ده. جدعان هتعملوا اشتراك بالحب ولا مش بالحب؟ هتعملوا بالحب والله، والله انا عارف. ايوه هيقف. هات الشيطان. طيب هو يا شيطان يا يعني يا حرام يا راجل بوليس اوفيسر. ليه اسمه ليه؟ فضل قد ايه يا جدعان؟ انا لسه فاضل حبه حلوين. طب حلو قوي، ده احنا لسه يا عم مكملين. ده احنا هيجي لنا حاجه حلوه. هيجي لنا ليجندري، يعني هيجي لنا ليجندري يا جدعان. يلا عايزين حاجه ليجندري بقى، حاجه ليجندري بقى، ثغره. عايزين نعمل ثغره يا جدعان. تقول نعمل ثغره باكجات، تفتح باكجات. تعالوا تعالوا نعمل ثغره، تعالوا نعمل ثغره. هات لي بقى كده اول حاجه بس بعد قبل الثغره. هات لي بس ايه، نلم الحاجات اللي مالهاش لازمه دي، وبعد كده نخش على الصناديق بس. ماشي فاهمين انتوا الحوار ده؟ ودي ايه؟ دي البتاع اخر ليفل. احنا لمينا دي، لمينا خلاص. بصوا يا جدعان هي الثغره هنا ايه؟ مفيش حاجه. بصوا يا جدعان هنشوف ثغره ده، هنلاقي لها ثغره، هنلاقي لها ثغره ما تقلقوش. يلا بينا. عايزين بس يا جدعان اقول لكم يا جدعان احنا نعمل ثغره السبسكرايب يا ابن اللعيبه. ايبك من غير ثغره يا جدعان. لورد مش عارف ايه ده. ماشي يا جدعان والله العظيم الحظ ابتدى يشتغل اهو في الاخر. عاش استنبل باس. بقول لكم ايه، بنمكس الاستنبل باس، هنمكسه النهارده. وريني بس كده. ايوه ايوه اوف اوف بالله عليك، اوف اوف اوف. على فكره انا شفتك اللي كنت هتدوس على زر السبسكرايب وما دوستش. شفته يا جدعان؟ لو كنت دوست يا جدعان ده شفته كان هيقف على السكن والله ليجندري يا جدعان. والله العظيم بصوا يعني يا جدعان اعملوا سبسكرايب يا جدعان، اعملوا اشتراك يا جدعان، اعملوا اشتراك يا جدعان بعد اذنكم. يلا بقى. لا ما تقفش على الكومن ده، ما تقفش على يا لهوي يا جدعان، ده سكن حقير ما بيتبدلش طبعا. يلا يا جدعان اخر سكن اصلا، اخر تفتيح باكجات، وبعد كده ناخد البوكس. ايش يلا بينا. رب بقى سكن بقى ليجندري بقى او سبيشال ليجندري. اقف هنا طبعا الخنزير السبيشال. طيب الليجندري ده طيب ده ايه ده؟ مستر خنزير ايبك، ده خنزير ايبك. تعالى ايه ده فليت. ماشي يا باشا خدنا. هات يا عم راندوم سكن يا عم. رير اوربيتر ده حلو، ده حلو الرير اوربيتر ده. عايزين يا جدعان سبيشال بقى سبيشال. هقف اقف هنا اقف هنا. طب ده طب الخرتيت ده طيب شفته يا جدعان؟ والله العظيم انا بحس ان التكه دي اللي هي بصوا يعني خلاص هو عايز يقف، بس يقوم ايه جاي على نفسه يقوم دايس الناحيه الثانيه عشان ما يديش السكن ده، بسبب الناس اللي مش عامله سبسكرايب يا جدعان. ماشي 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 يا جدعان فكوا بقى اللي حصل ده كله. اهم حاجه حبيب قلبي ده اهو البوكس ماشي. استنى كده في لسه في هنا اهو تفتيح باكجات. نكمل بقى، نكمل تفتيح باكجات. يلا 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 هات لي بقى حاجه. ايه ده في سوبر سوبر مان. لا مش عايز ده. طب هات لي سكن. طب ماشي تاني ايه ده؟ هو واحد بس؟ كان واحد بس صح؟ ماشي. طب استنى كده معايا 35 ممكن ايبك؟ تعالوا يا جدعان تعالوا نفتح دي كام؟ 35 70 105 140 175 بالظبط. خمسه نفتح خمسه يا جدعان. يلا بينا يلا بينا يا جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه طب ايه؟ ماشي هيفتحوا ورا بعض، يفتحوا ورا بعض. يلا يا جدعان ورا بعض ورا بعض ورا بعض يا جدع. اقف على الليجندري بقى، اقف على الليجندري بقى يا رب. 2 فال 3 فال 3 يا جدعان. استر يا رب. ايوه اقف هنا اقف هنا سبيشال 3 يا جدعان. ماشي فال 2 فال 2 يا جدعان. يا رب اي سكن حلو يا رب، اي ليجندري. نفسي في ليجندري يا جدعان اخر سكن. استر يا رب. يلا 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 حاسب حاجه حلوه، حاسب حاجه حلوه، حاسب حاجه حلوه. يعني هو يوم ما يجي لي الليجندري يجي لي باندا، يعني يوم ما يجي لي الليجندري يجي لي باندا يا جدعان. هو فيها يا جدعان. ماشي ماشي انا هروح ارجع للنسخه المهكره، والله العظيم ارجع للنسخه المهكره بتاعي. واخدين بالكم
ومليها كل السكنات. تعالى يا عم نغير بقى ايه. لا انا راح فين هنا كاستمايز. تعالى يا جدعان بصوا هم لكم ايه بقى، عندي سكنات ايه ده ماشي. شوف السكنات الايبك اللي معانا ايه. ما مفيش بقى، مفيش حاجه هنا. في خرتيت هنا اهو، خنزير ممكن راجل. لا مفيش سكنات حلوه. ايه يا جدعان ده يا جدعان القرف ده يا جدعان. طب الليجندري ما عنديش. باندا العب بالباندا. تعالى يا عم نلعب بالباندا يا عم، نلعب بالباندا ده اللي حيلتنا رير. ولا خليني والله عظيم خليني مع الفضائي يا عم. بقول لك ايه، الفضائي يا جدعان، الفضائي رقم واحد. يلا يموت. تعالى بقى ايه، هنحط ده كده اهو. يلا هنحط ده هنا كده، واللي بيعيط مكانه لغايه لما نجيبها. يا جدعان متلاقوش، احنا هنولعها. هنجيب الحضن والحاجات دي. في ايموت تاني ولا حاجه؟ ماشي ده ممكن نجيب ده نحطه هنا بدل جي جي. حلو الانيميشن، في انيميشن هنا ولا حاجه؟ ده حلو ده صدقوا. اه ده لما بنيجي نكسب، ده لما اجي اكسب. اه طب ماشي حلو ده. ايه تاني؟ الفوت ستيبس ده ملناش دعوه بيه. وموز لا، ده موز ده يا جدعان هخليه جماجم لما يجيب بتاع. المهم يلا يا جدعان نجرب البوكس يا جدعان، انا متحمس له جدا. يلا يا جدعان نحمس نجرب البوكس، انا متحمس له قوي قوي يا جدعان. ده يا جدعان ده في الاستريم سنايب. استنوا علي استنوا علي يا جدعان، في الاستريم سنايب انا هعقدهم. الستريمرز احذروا مني احذروا مني، هتلاقي اي حد كده ممكن في اي وقت كده ايا كان الستريمر بيتفرج عليا دلوقتي، او يا جدعان اي حد اتفرج عليا دلوقتي متابع ستريمرز معينين بيلعبوا ستامبل جايز او ما بيلعبوش، قول له خد بالك القرصان هيجي ستريم سنايب. هتلاقي مره واحده كده 32 واحد دخلوا فضائي. دول ما تقلقش يا صاحبي، دول انا دول انا ما تقلقش. داخلين ايه؟ استنى كده يا جدعان، ثواني ثواني انا نسيت. صحيح انا عمال اتكلم ونسيت التبكيس. خد يلا ابلع حلاوه على حلاوه. يا لهوي على الجمال. استنى بس كده، يا لهوي متعه متعه والله العظيم يا متعه. لسه ده انا هاخد على البوكس دلوقتي وهفلقهم. يا نهار ابيض يا جدعان، هعمله في العيال. انا انا جالي كميه يعني بصوا استمتاع رهيبه يا صاحبي. طلعوا البتاع يا صاحبي، ما تبقاش حمار، ما تبقاش حمار. وسع لي بقى كده. فين اللي جاي؟ مين اللي جاي بقى يا ابن اللذينه؟ ما ايه ده، انت معاك بوكس انت كمان يعني على فكره. ماشي 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 عادي 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 عادي. يا لهوي بص بص الولد عايز يبكس لي، عايز يبكس لي. يا ريت كان معايا الحضن يا جدعان والله. لا لا بقول لك ايه، انا اخش يا عم، شكلها مش جايه معاهم سكه البوكس ده. اذا الولد ما دخلش، الولد الاحمر ما دخلش. ده عبيط ده ولا ايه؟ هو فين اهو ده؟ كان دخلتش ما دخلتش. احسن كده يا جدعان، مش هيبقى فيه غير واحد بس اللي معاه البوكس اللي هو انا. ماشي يا جدعان. يا نهار ابيض يا جدعان، يا نهار مات الليزر وانا معايا البوكس تقريبا. يا جدعان اللعبه دي شكلها كده، شكلها كده. استنوا بقى بصوا يا جدعان، الخنزره فن الخنزره يا ابن اللذينه. الوقت اتحرك هو البنج يا جدعان ولا ايه اللي حصل؟ انا نطيت ولا ايه اللي حصل بجد والله؟ ايه اللي حصل؟ انا هو ايه ده يا جدعان؟ هو اللعبه بتحاربني، اللعبه بتحاربني صح؟ ماشي بس علي كده بقى، بس علي يا جدعان نجرب بقى يا جدعان. البنج ظبط اهو الحمد لله. ماشي بس بقى كده، وسع وسع وسع. حد يا جدعان مش عايز يطلع قدام؟ هطلع قدام غصب دلوقتي. لو مش هطلع قدام ايه ده؟ طب ادوني فرصه اضربكم. طيب يا جدعان ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا جدعان؟ المابا دي حلوه وفيها وقت كده الواحد يخنزر فيه. خد يلا بوكس يلا، ما خدتش تاخده المره الجايه تاني. ماشي ماشي يا جدعان ماشي. يلا البوكس يا جدعان، شايفين البوكس هو منور كده في اليمين ده؟ انا هخربها هخربها، مش هسيب حد في حاله. بس عليه كده، نزل لي يا باشا البتاع ده كده، نزل لي ده. طيب ماشي. لا ولا كلب ولا الولد لابس عامل سكن كلب ولا. يا جدعان روقوا يا جدعان، عشان انا معايا بوكس عليا النيابه دلوقتي. انا لو لمحت حد مش هحله. شو لا البنج يا عيال ليه بقى؟ يا جدعان ما تعصبونيش يا جدعان، والله العظيم بلعب حلو اهو. طب ليه بقى البنج يهخوا معايا؟ شوف كنت عايز ابكي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يعني يا نهار ابيض. استنى يا عم ده يطلع يا عم. ايوه كده يا جدعان، هو دول 8 صح؟ 4 5 6 اخر واحد اخر واحد يا ابن اللعيبه. يا جدعان يا جدعان في يا جدعان كلمه يا جدعان قرصان يا جدعان يجي في هيحضر. بتعصر اه بس بقوم واقف تاني، عيب بقى. اوه طب واقف ايه يا جدعان؟ يعني انا دلوقتي جاي داخل العب اجرب البوكس، يجيبوا لي مابات كلها ما فيهاش بوكس، والمابه اللي تجي لي فيها بوكس الليزر اقوم واقع اول واحد. والله يا جدعان ده سوء حظ ده، ولا غباء من الاخرين ده، ولا ايه مش عارف. وسع بقى كده المابه دي يا جدعان، هكسبها عافيه ذوق عافيه ذوق. وما تقوليش ازاي،
هنجلتش دلوقتي يا صاحبي، هنجلتش دلوقتي وهنخربها، هنجلتش وهنخربها. بس علي بقى كده، هنجلتش وهنخربها بقول لك. يلا يا ابن اللعيبه على كورس عليه. سيبك 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 يا عم، اللي قدام ده يا جدعان هيقع دلوقتي، سيبكم اللي قدام ده هيقع دلوقتي. بص بص بقى، بص بقى، بص بص يا ابن اللعيبه على قرص. يلا هو وقع وانا ما وقعتش. ايه ده ايه ده ايه ده، جه منين ده بقى يا ابن اللعيبه على قرص؟ يلا واحد بس، ذا وان اند اونلي. يا جدعان اي حد يا جدعان ما بيعرفش يلعب اللعبه اتفرج على تديله. بص لو صاحبك ما بيعرفش يلعب اللعبه قول له خد، ابعت له اللينك كده قول له ده كورسان يعلمك اللعبه. يا جدعان روقوا كده، ايزي ايزي. قلت لكم يا جدعان سيبكم اللي قدام ده، ده ثقه في النفس، ثقه في النفس. قلت لكم سيبكم اللي قدام ده هيقع ووقع، وانا اللي اول ما وقع انا ما جلتش، ركبت على طول على السلام. ماشي ماشي يا رب، بس ايه العيال ما تعداش بسرعه يعني. دي سيبوني اخد وقتي، اخد وقتي في الضرب يعني. دلوقتي معايا بوكس، راجل معايا بوكس، راجل معايا بوكس. ماشي نجربه بقى صح. استنوا يا جدعان، ايه ده يا جدعان، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، إيه ده؟ وسع يا عم كده ما نضرب كده واحد يا جدعان. اتقلوا 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 اتقلوا، محدش يعدي. ابلع ما بلعش. خلاص اعدي بقى، استنى استنى. بص بص جي جي يا ابن اللعيبه. جامد جامد يا جدعان والله. يا ايه يا جدعان، انا حاسس بالولد اللي انا ضربته ده وقال لي جي جي. لعيب اصلا انا كنت زيه زمان، كنت بتضرب وبعيط صراحة يعني، كنت بضرب واخش على اللي معيش البوكس، هو اللي معاه البوكس، بيبقى معاهم بوكس وحضان وشلاليط وقلة أدب. فالحمد لله الحمد لله. مفيش بقى مابت بلوك داش ولا ليزر، بلوك داش ولا ليزر يا جدعان، نعلم العيال دي اللعب بتاع. ماشي ماشي ماشي، المابة دي حلوة برضه يا جدعان، مباباتي المفضلة، كسبتها كتير في الفاينل دي وبجلتش فيها حلو. يلا بسم الله، بس كده الأول ده يعدي الأول مكانه معديين. شوف شوف دول كلهم بهائم، دول بهائم اللي عدوا دول بهائم. بصوا بصوا يلا 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 بسرعه 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 بسرعه. ها ها ده ده بهيم ده هيقع. بصوا هيقع اهو كده، تعمل كده صح، تعمل كده صاحبي انت اهو. معلش معلش يا جدعان، قلت لكم يا جدعان بقى، قلت لكم والله يا جدعان اللي ما بيعرفش يلعب يتفرج عليا وانا اعلمه. عيب بقى عيب 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 يا جدعان عيب. جلاتيش بنجلتش، واخدين بالكم؟ جلاتيش بنجلتش، مكاسب بنكسب، كسات بناخد يعني. يا جدعان بص يا جدعان، انا معدي يا جدعان وفرق شاسع، ما غلطتش ولا غلطه، المبا دي ما غلطتش فيها ولا غلطه، ما غلطتش يا مش ممكن. بص بص انا الوحيد اللي دخلت اهو، لسه لسه تاني واحد داخل يخش امتى يا جدعان؟ مش ممكن والله. انا دلوقتي هاخدوا بالكم، انا هخش بطولات في اللعبه دي، هخش بطولة. انا ما اعرفش انا شحنت ليه اصلا، كنت ممكن اخش بطوله واقوم شاحن. استنوا عليها يا جدعان، المره الجايه هنفتح هنعمل تفتيح باكجات، هخش بطوله وهناخد ال 100,000 جوهره وهنولح. استنوا عليا بس، استنوا عليا الفيديوهات الجايه دي هنخربها طبعا طبعا. مابا ما فيهاش بوكس وخنزره طبعا. هي حظي والله، حظي انا حظي وحش قوي يا جدعان. الماب اللي جات لي خنزره ما كسبتش، ما كسبتش فيه، وقعت فيها قصدي. استنوا بقى يا جدعان، دي بقى المهاره يا جدعان، دي بقى المهاره، دي بقى المهاره. انا بكست ليه؟ كنت المفروض بكز بقى. ماشي 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 ماشي، انا كام؟ انا الرابع، انا الخامس صح؟ تلاش يا جدعان دول كلهم هيقعوا دلوقتي. بصوا هيقعوا دلوقتي، لا تقلق لا تقلق لا تقلق لا تقلق. بس تلاوش يا جدعان، رقم واحد رقم واحد دلوقتي حالا، رقم واحد دلوقتي اهو يا جدعان حالا، رقم واحد يا جدعان، رقم واحد يا جدعان. عايز حاجه يا صاحبي؟ عايز حاجه؟ بص 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 يا جدعان يا جدعان الحمد لله اني مش يا جدعان. انا فهمت دلوقتي اللعبه دي يا جدعان، اللعبه دي ماشيه بمبدا يا جدعان، ادفع تكسب. دخلتوا خدتوا بالكم؟ انا لعبت 3 جيام، 3 جيام من ساعه ما شحنت، 3 جيام كسبانهم 2، واللي انا خسرته خسرته بسبب ان انا البنج عيله. انتوا خدتوا بالكم؟ لاست جيم بقى يا جدعان، لو ما جاش فيه البوكس خلاص بقى كده كده البوكس معانا موجود على طول، وهنجربه في الفيديوهات الجايه. لو قلنا كده خلاص انا قفلت يا جدعان. انا مش عارف ده بسبب ان انا شحنت ولا بسبب مهارتي، قول لي تحت في الكومنتات يا جدعان. انا ايه رايكم؟ مستوى بقى فظيع صح؟ مستوى بقى جامد. اخش يا جدعان، ايه رايكم نخش بطولات؟ نخش بطولات استنبل جايز ونخربها، بي ام سي استنبل جايز. في بي ام سي استنبل جايز يا جدعان، زومجي
انتظروا انتظروا ايها الستريمرز واللي بتاخدوا بطولات وشيكات كده قد كده اهو وبتبقى كبيره فشخ دي، انتظرونا جاي لكم، انتظروني انتظروني. وسع كده ابلع عليه ابلع عليه جدعان، انا لسه ما خدتش على البوكس والله، لسه نسيت اصلا ان هو معايا، استنوا بقى كده ابلع عليه ابلع عليه. بص اسمه ايه، وي 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 يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا ابن اللعيبه، لا ورسي يا لعيب، مش ممكن مش ممكن والله، مش متعه 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 يا جدعان يا خرابي. بس انا متكيف ناه والله، انا بالنسبه لي لو خسرت بعد كده ما يهمنيش. طب كده ابلع عليه ايه ده يا جاش فيه ازاي يا جدعان، الولا عمل لها دوج من اللعيبه. بصص الولا اهو الولا الاحمر راجع اللي قدام اهو، خسر ما عداش اهو يا جدعان، الولا الاحمر ده يا جدعان هو فين اهو، ده 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 اخر الوقع ده ده انا اديته بوكس يا جدعان في البتاع زمان دلوقتي بيسب لي زمان دلوقتي. بصوا كورسان اسمه كورسان ده هيحلم بكوابيس كوابيس. ماشي المابا دي ما بحبهاش خالص يعني، المابا دي مع انها كانت مابا من المفضله عندي بس ما عادش بحبها، ما عادش بحبها خالص، مع ان دي اول مابا يا جدعان يعني، دي اول اول ما جيت اللعبه دي اول مابا لعبتها وكسبتها انتوا متخيلين، بس دلوقتي ما عادش جاي معايا سكه خالص. بس تعالى بقى كده ماشيين حلوه يا جدعان والله، عاملين اداء جامد اهو يا جدعان. بس انتوا بقى كده دي ايه دي تيجي كده نقوم معديين كده يا جدعان، احتراف يا جدعان احتراف، ولا لا لو جيت قدامي يلا خرتيت يلا هاذيك. بس انتوا بقى كده ايزي يا جدعان ايزي ايزي، هو 8 8 8 هنلحق هنلحق. هو بصوا قدامي 3 واتنين خمسة وانا السادس، تلوش تلوش. بصوا كده كده يا جدعان العيال دي كلها خش وقش وما بيجلتشوش ولا بيعملوا اي حاجة، خدين بالكم انتوا لعيب قوي يا جدعان والله لعيب قوي. تعالوا بقى يا جدعان نشوف العيال دي هتعدي فين، شكلها يمين يمين تقريبا صح، يمين 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 صح صح. بصوا يا جدعان قلت لكم كنت السادس بقيت التالت، شفتوا لعيب يلا كورس يلا والله، خد يلا بوكس ولا ماشي يا جدعان قشطه كده خامس. بس بره ايه رايكم بالله عليكم، ايه رايكم المستوى، ايه رايكم رايق المستوى يا جدعان، مستوى بطولات بطولات والله. الله هنختم ببلوك داش، يا نهار ابيض على المتعه، بلوك داش وانا معايا البوكس وسبعه كمان. بس استنوا كده بس يا جدعان، مش عايز اعرف حد انا معايا البوكس يا جدعان، مش عايز اعرف حد انا معايا البوكس دلوقتي ماشي. استنوا كده عايزين نختار واحد يا جدعان، نختار واحد نخنظر عليه. استنوا 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 اه يا ابن اللذيذة. استنى بص 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 لولا بص لولا يا ابن اللذيذة ولا قرص يالا، مش ممكن. استنوا استنوا يا بقى لسه، ايوه هي دي. استنوا البوكس يجي البوكس يجي يا عبد اللذيذ يا جدعان، بوترهم بوترهم بوترهم، المكسب حليفي المكسب، انا هكسب يعني هكسب. يا كنت هضربه من فوق، اضرب بقى يا لهوي، خد ده وقع ده يا جدعان، ده بلع وش ده بلع وش ده بلعت يا جدعان والله. بص بص خمسه يا ابن اللعيبه، انا ارسل مش ممكن. لا طبعا يا جدعان دي رساله بحب اوجهها لكل الخنازير، نهايتك الحرق نهايتك نهايتك الولعه الحرق في الليزر، دي رساله احب اوجهها لكل الخنازير يا جدعان اللي يعني اللي زيي اللي يا لسه يا خنزرت على الولع الولع شكله يا جدعان يا لهوي. بس صدقني يا جدعان والله العظيم متعه، لسه عمال باخد على الوضع، هلعب لي كام جيم كده واتعود بقى على البوكس، يا نهار ابيض ده انت هتشوف متعه الفيديوهات الجايه يا جدعان، متعه متعه. فانت يا جدعان مش عامل سبسكرايب اعملوا سبسكرايب دلوقتي يا جدعان، عشان حرفيا هيفيدكوا يعني اوعدك هيفوتك متعه، لو عملت سبسكرايب هيفوتك متعه. فبس كده يا جدعان يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبك عشان ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب، فعايز اقول لكم في كل فيديو جاي بيس. صح يا جدعان، بما ان يا جدعان انا شحنت رويال بس، فانا ما يهونش عليا ان انا افرح وانتوا ما تفرحوش، فعشان كده يا جدعان ايه رايكم نعمل مسابقه ونوزع عليها الصامبل بس، ايه رايكم قولي تحت في الكومنتات لو عايزين الكلام ده، قولي تحت في الكومنتات قشطه. بس يا جدعان شوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله على النبي بيس.